السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا ملاح. يا ربي انا لاباس الحمد لله. ان شاء الله تكونوا تفوتوا في ان بيل جورني. مرحبا بكم معايا دون زي نوفيل فيديو. اليوم راح نديروا المخلعه البشاريه، يعني هذه الوصفه هذه هي الاصليه من عند ناس بشار. ديديكاس ليهم من هنايا، نقول لكم تحيه بزاف ليكم ناس بشار. اذا هنايا واش عندنا في المقادير؟ هنايا عندنا تقريبا كيلو من الفرينه، وهنايا كاين اللي يديروا الخماره نتاع الخبز، كاين اللي يديروا الخميره الكيميائيه، ولكن الوصفه الاصليه بدون خميره، يعني كيما المسمن، ولكن ماشي مسمن كيما المعارك هذوك. اذا هنايا قلت لكم نزيد الملح فقط ونبدا نعجن فيها، نزيد الماء ونبدا نعجن فيها عادي. قلت لكم كاين اللي يديروا الخمارة تاع الخبز، كاين اللي يزيدوا الخميرة الكيميائية تاع الحلوى، يعني ملعقة او ملعقة من هذيك، ولكن انا حبيت ندير الأصلية اللي تكون يعني بمقادير المضبوطة. هكذاك نبقى نعجن فيها حتى نتحصل على هاد العجين يكون ماشي ناشف بزاف وماشي جارية، يعني تكون تتلاصق هكذاك. هنايا كنت عجنتها، نخليها ترتاح هنايا، نغطيها ونروحوا للحشو تاعنا. هنا واش عندنا في الحشو؟ هنايا عندنا بصل كنت قطعته قطع كبيره لانه راح نرحيها في هذا الغشوار. اذا تحبوا ثاني البصل هذاك اللي يكون رقيق، انا يعني هذه ولا هذه، المهم يكون البصل بزاف. هنا عندي حوالي 4 حبات. اذا هنايا نفرغوا هذيك البصله كامل. الحشو هذايا يجي يقيس 6 حبات، انايا العجينه هذيك عطات لي 6 حبات. وهنايا نحكم الفلفل الحار، هذه ما كثرتش منه بزاف، حسبت لي حار حار، مي عادي ماهوش حار كامل. ثم شوفوا اذا كان حار بزاف ديروا غير واحد، انا هنا كنت درت فلفل وزدت له نصف، ولكن ما كانش حار بزاف. هنا تاني راح نرحيه ونعاود نولي. نزيدو نضيفو له الفلفل الحار، وهنايا نجيبو الشحم، يعني سرها كامل في الشحم، لانه هي اسمها كسرة الشحمة، او كاين اللي يقولوا لها المخلعة البشارية، كاين اللي يقولوا لها الكسرة تاع الشحمة، يعني سرها هو اصلا طيابها كامل يجي بشحم. ديروا الكمية اللي حابينها نتوما، قيس ما تكثروا قيس ما تجي بنينة. اللي دايرين الريجيم اكيد ما راحش يديروها. اذا هذه هي كنا رحينا هذيك الشحمه، ونزيدو هنايا 2 ملاعق من الطماطم مصبره. ما نديروش الطماطيش هذيك الحب، لانه هنايا لازمنا تكون جافه، فاذا نزيدو غير الطماطيش، الطماطم المصبره 2 ملاعق. وهنايا راح نزيدو التوابل، راح نزيد راس من ملعقه من راس الحانوت، ونزيد الكرويه، فلفل قهوه، والعكري الأحمر أو الفلفل الأحمر، وفلفل القهوة قلتو، وكروية. والزعفران تانيك. وهنايا نخلط كامل هذون المكونات.
إذا قلنا فلفل أحمر أو العكري، رأس الحانوت، الكروية أو الزعفران، وفلفل قهوة. وهنايا نبدأ ندخلوا فيه مليح مليح. إذا عندكم لحم مفروم أو يعني صدر دجاج تانيك، الكفتة أنتم موش حابين تديروا، أنا هنا ما عنديش، ولكن هذيك يعني غير زيادة، إذا حابين أنتم تزيدوا في الجو زيدوا، ولكن الأصلية تجي هكذاك بشحم وبصلة وفلفل. وهنايا نجيب العجينة تاعنا كان ترتاح، تشوفوا كيفاه راح تعطيكم واحد القوام بزاف هايل. وتانيك تقطع لكم على حساب لافارين تاعكم، اذا مليحه واذا ماشي مليحه، ماذا بيكم ديروا بالمليحه راح تقطع لكم مليح، ويعني تساعدكم في العجن. من هذا المنبر نقول الناس بشار، تحياتي ليكم كامل من الحدادة للحدادة. إذا هنايا نبدأ نحلو في العجينة تاعنا، ما تحلوهاش رقيقة بزاف، غير نحلوها غير شوية باش هكداك لما نعمروا الحشو ما تتحلناش، راح تشوفوا الطريقة كيفاه. بعد ما حليناها غير شوية غليظة، تكون العجنة غليظة يعني، فقط نحلوها شوية. هنايا نحطو الحشو بكمية معتبرة، يعني قيس ما تعمروها مليح باش هكذاك في ليكوتي كامل تكون محشوة. وهنا كيفاش راح نديرو، راح نشدو كامل ليكوتي ونبداو شغل كلي نخيطو فيهم، او نديرو هكا كيما السريرات هكذاك، نشدو كامل ليكوتي ونجمعهم بأطراف الأصابع هكذاك، ونبدأ نزيروا عليهم قيس 1 سنتيم ونصف هكذاك. من بعد نشدها هك ونبدأ شغل نزير عليهم هكذاك كأنني نخيط هكذاك بأطراف الأصابع باش ما تحللناش الحشوة تاعنا. ونزيدوا الفرينة باش نثبتوا هذيك الشدة اللي شديناها، ونبداو نعجنو فيها عادي، ولكن ما تضغطوش بزاف باش ما تبداش تقطع لكم او تبدا تخرج لكم لاصوص، يعني غير بشويه، روحوا معاها غير بشويه اشاك فوا. زيدوا لافارين لتحت والفوق، وبداو اعجنوا فيها عادي، ولكن غير بشويه حتى نقيس، كل ما ترقوها كل ما تجي بنينه. هنا نحل كامل الخبيزات ونعاود نحلهم هك فقط، نفتح ونحشي ونخبزهم غير شوية، ومن بعد نجي كامل نحلهم مليح مليح. هنا كنت عمرت كامل الحشوات نتاعي هنايا الخبيزات هذوكا، ونجي نبدا نحل فيها تدريجيا غير بشوية هكذاك، ساعدوا العجينة وما تبقاوش ترصوا فيها دفعة واحدة باش ما تقطع لكمش. وفي هذا الوقت كنت خليت المقلة تاعنا تسخن شوية، وما تكتروش الزيت غير مرة الأولى، لأنه الشحمة لما تبدأ تطيب راح تطلق كامل هذاك ليدام تاعها. كنت حطيت الأولى تطيب، هذه لا دوزيام، راح نعاود نوريكم الخبزة الأولى كيفاش راح يطيب. راني يعني فقط نكوبي ونسرع باش هكداك ما يكونش لا فيديو طويل وما تملوش هكداك باش تدو غير الفايدة. اذا هنايا كما كنت تشوفوا هنايا كنت حطيتها طيب، وتبقاو تحركوا فيها كل مرة هكذاك. لما تحطوها تبدأ تتنفخ لأنه العجنة تاعكم كانت مرتاحة. هذه لا دوزيام.
شوفوا كيف راح تتنفخ شوية، لأنه العجينة بتاعكم مرتاحة، يبقى الحشو من بعدها للداخل، تبقوا تحركوا فيها باش تطيب كامل على الجنب. هاي ليكم وجدات، ان شاء الله تجربوا الوصفة وشهيتكم بالجنة ان شاء الله. ان شاء الله تجربوا كامل الوصفات اللي راني نحط لكم فيهم وتعجبكم. شوفوا كيفاه جات رقيقة وتشهي تسخف، شوفوا الله الله. وما تجيش حارة بزاف، لانه ما تكثروش بزاف، لانه باش هكذاك تتبنى